هذا وقد تسلم دولة السيد نارناردو موردي رئيس وزراء جمهورية الهند رسالة خطية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين. وقد قام سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية بتسليم الرسالة إلى معالي الدكتور سوبارا جايكانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند اليوم في العاصمة نيودلهي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسعادة وزير الخارجية إلى جمهورية الهند لحضور الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة.